ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن مرض مزمن اخر ودور التغذيه فيه، هو مرض السكر. طبعا في نوعين، النوع الاول هو معتمد على الانسولين، والنوع الثاني اللي هو غير معتمد على الانسولين. طبعا النوع الاول بيبقى الغذاء بتاعه بيبقى محسوب على حسب جرعات الانسولين ونوع الانسولين، فده طبعا مش نقدر نتكلم عليه بصفه مطلقه، يفضل ان الطبيب المختص مع طبيب تغذيه هو اللي يحدد النظام الغذائي بتاعه. انما النوع الثاني بقى هو دور التغذيه فيه مهم جدا، زي ما بنقول كده الوقايه خير من العلاج. يبقى انا كان من الاول بالذات العائلات اللي عندها تاريخ عائلي للسكر تخلي بالها من اطفالها، ان احنا ما نديلهمش سكريات كتير من بدري، نخليهم دايما يلعبوا رياضه، اهتم دايما اسلوب سكر تراكمي، احافظ على وزنهم، ما خليهمش ميلين للسمنه، لان طبعا السمنه من الحاجات اللي بتعجل بظهور مرض السكر، بالذات السمنه في منطقه البطن. طيب مريض السكر من النوع الثاني هاكله ايه؟ طبعا لازم يتحسب له، يعني لازم يتحسب وزنه وعمره والمجهود البدني بتاعه، ويتحسب له احتياجاته من كل مجموعات الطعام. طبعا اول حاجه هنبعد عن الكربوهيدرات البسيطه اللي هي السكريات كلها بانواعها، ودايما هنديله كربوهيدرات مركبه زي ما قلنا قبل كده، العيش البني، الرز البني، ممكن ياخد بطاطا رفيعه كمصادر للطاقه، انما ما نديلوش ابدا سكر او حلويات او مربى او حتى العسل. يعني في ناس بتفتكر ان العسل الابيض ما فيهوش سكريات، لا طبعا هو فيه سكر وفيه جلوكوز وفيه فركتوز كمان، في نوعين، فما ينفعش مريض السكر ياخد العسل الابيض في المطلق كده ويقولك ما هو عسل ابيض، لا طبعا لازم تقنن الكميه بتاعته. مريض السكر دايما ما بنحبش دهون الدم كمان تبقى عنده عاليه، لان طبعا مرض السكر بيضرب دايما الاوعيه الدقيقه عندي في القلب وفي العين وفي الاطراف، فلو دهون الدم كمان زادت ده ممكن يساعد على اصابه هذا المريض بالجلطات. يبقى لازم نديله نوعيه دهون جيده زي ما قلنا احاديه عدم التشبع او متعدده عدم التشبع، بنقلل نحب نخليه يقلل الدهون المشبعه، لان كمان لقوا ان لما دهون الدم بترتفع مقاومه الانسولين بتزيد، فبالتالي مرض السكر هيبقى اسوا. امال هياكل ايه؟ نديله خضروات بكميه كبيره، نديله فواكه اللي بنسميها لو جلايسيميك اندكس او قليله المؤشر الجلايسيمي زي الكيوي زي اليوستافاندي مثلا، ما ندلوش طبعا الحاجات اللي هي بترفع السكر قوي زي العنب والبلح، مش ممنوع بس بنديله بكميه قليله. طبعا بيبقى محتاج بروتين، لان طبعا المرض السكر في حد ذاته للاسف بيعمل ضعف في العضلات، فاحنا دايما بنهتم ان مريض السكر بتاعنا ياخد بروتين كافي من نوع جيد مع الرياضه، لازم يعمل رياضه علشان الكتله العضليه عنده ما تضعفش. يبقى مرض السكر ممكن اصاحبه زي ما كانوا بيقولوا لنا اساتذتنا في كليه الطب، مرض السكر لو صاحبته هيصاحبك ولو احترمته هيحترمك. يبقى انا هاخد احتياجاتي من مصادر جيده زي ما وصفناها، هعمل دايما رياضه لان الرياضه بتحسن كمان اداء الانسولين وبتقوي العضلات، ودايما اتابع المؤشرات بتاعتي، اتابع تحاليلي، اتابع وظائف الكلى، دايما اقيس، لازم ابص على عينيا، احسن الدوره الدمويه في اطرافي، وأقيس مؤشرات السكر بتاعتي بصفة مستمرة. بنتمنى لكم فطار صحي وآمن، وإلى روجيتا غذائية أخرى.